خطيئة. نطلع على خطيئة في الكبائل يزبط. زبط ايه؟ خف عليها شوية بك شكلها مخنوقة منها. عيب الكلام ده على فكرة، ده زمان صورتي اتحفرت في قلبها. شوف شاور ايه؟ انت بتعكسها ولا؟ انت مال؟ وانا مالي ازاي انا خطيبها بقى؟ انت تتخانق؟ مش كفاية انك خطيبها؟ ده انت اسود اوي يا اخي. ده صدق انك انت لازم تنضرب النهاردة. مصدق انك هتنضرب النهاردة. كده؟ ولا حمو ولا بريم ولا علي ولا دوحة، تعالى انا. هو انتوا كلكم خطبنا ولا ايه؟ قرايبها يا بريم. واللي معاها كل دول تركب عربية الستات ليه؟ خايفة من ايه؟ مني؟ ولا عمدة؟ عمدة؟ عمدة خالع يا رجالة، يبقى انا هتضرب لوحدي. خلص يا عمزيرة تضع يا هط. ممكن اصحاب الكبائل يطبوا علينا. شيطة يا غادة، ما حدش بيعذبها يا عم. يعني مفيش غير احنا التلاتة والشيطان ربعنا. خش انت جوه مالكش دعوة. رحت هظبطك. هسهرك احلى سهرة، هديك اللي انت عايزاه. مساء الخير يا باشا، ممكن اطلب بس طلب انساني؟ عد عليا في الجمعيه الخيريه يا باشا. انا عندي مصيبه، مراتي حامل وجالها طلق في السابع. لا ربنا يكرمك. الله يستره، حارس الكباين فتح لنا كابينه بس. انا دكتور امتياز بس اعصابي بايظه، بص مش عارف اتصرف. محتاجين بس حرمه معانا جوه عشان لا ربنا يخلي لكم ولادكم. احنا مطلقين. انا اسف، الظاهر ان انا جيت في وقت مش مناسب. الدنيا جرى فيها ايه يا اخوانا؟ بني ادمين هياكلوا بعض. ما تخافش يا اخويا، هحسم لك الوقت الضايع. هي الكابينه فين يا استاذ؟ هناك كده. اطمن، انا ولدت اختي قبل كده. وجابت ايه ما شاء الله؟ طبعا، ما انت مش خربان حاجه. تعال شوف مراتك وخيبتك يا اخويا. مراتك باين عليها شلق. لا ده هي شلق وبيئه وواطيه وسافله، بس بنت حلال. ها يا ريس، حضرت المايه؟ المايه جوه يا باشا، المايه جوه يا باشا. ربنا ينتحها بالسلامه يا رب. خلاص يا حبيبتي بقى، ما تبقيش اوفر. اتفضلي اتفضلي اتفضلي، هترجع لك على طول، ما تخافش. على طول ان شاء الله ترجعوا لبعض تاني. اتفضلي اتفضلي. مالك يا اختي؟ سلامتك يا حبيبتي. الولادة دي شيء صعب جدا، ده انا خالتي تعبت جدا وهي بتولد حمادة. حمادة مين؟ حمادة ابن عمتي. هو حمادة ابن عمتك؟ ايوه، بس خالتي اللي ولدته. هو حمادة ابن عمتك ولا ابن خالتك؟ حمادة اخو سامي الكبير. سامي مين؟ انت مالك دخلت في عيلتنا ليه كده؟ اهو ولد ان شاء الله، ولد يا رب يقومها لك بالسلامة يا رب. يا رب. طيب بعد اذنك بقى روح اجيب مقص عشان نقطع الحبل السري. طب لما يجي حمادة اقول له ايه؟ قول لامك سألت عليك، ما تنساش. سلام عليكم. سلام عليكم. هي المدام بتغزل.